the article and check your answers. بحكي لك اقرأ المقال الموجود قدامك وبدنا نستنتج إجابات للأشياء الموجودة تحت. أول شيء رح أقرأ لك إياه يا مس، بعدين رح نبلش تحليل زي ما نحن متعودين. طبعا هون معطيك رسمة as you see، بحكي لك والله هون كنا عاملين الـ A مثلا على شكل عصفور. لما بدك تكون كلمة مثلا أنا بدي أكتب اسمي، شو باجي بعمل؟ برسم عصفور. ها أنا طبعا فاشلة في الرسم، ماليش علاقة كتير في الرسم. تمام، A بدور على الـ M، الـ M والله كان عبارة عن عصف بومة، ماشي؟ هذا كان إلى منقار، هذا كان بومة. بومة هي M، برجع بكتب الـ A كمان مرة. أما وضل الـ L، باجي بحط الـ L، هي رح تكون موجودة. L where is the L؟ This is I، this is L، ليه صورة الأسد. فأنت بتقدر تكتب اسمك عبارة باستخدام الرسومات، كانوا يستخدموها بالكيفز في الكهوف تبعتهم. هلا actually مس هي شيء كثير صعب، احنا كتاباتنا أسهل من ذلك. هلا أنت بدي إياكم تحاولوا كلكم تكتبوا أساميكم باستخدام كتابة الهيروغليفيكية، شوفوا قديش رح تاخذ منكم وقت أكثر بكثير من الأشياء الموجودة عندكم. طيب نيجي لهون. The Egyptians developed writing about 6,000 years ago. Scribes were among the few people who could read and write. They decorated their temples with hieroglyphics, which Egyptians called the words of God. The Egyptians developed hieroglyphic writing at the same time as Sumerian writing was developed on the soft clay. However, the Egyptians didn't write on clay. They wrote on papyrus, wood and rock holes. The Egyptians were the first to use writing in everyday life. That is how they found that hieroglyphics were great for decorating temple walls, but not very useful in daily business. For these more common activities, people used a simpler script called the